بأولى محطاتنا الصباحية مشاهدينا رح نحكي عن الشخصية النرجسية. لكل إنسان بالحياة شخصية بتختلف وبتميزه عن غيره من الناس من حواليه، لكن اليوم كثير من الأشخاص بيبالغوا بحب الذات، تضخيم الأنا، الأنانية والغرور، عدم التعاطف مع الآخرين، الانشغال بالأوهام والأفكار اللي بتحكي عن نجاحهم وتألقهم واعتقادهم بأنه الأفضل أكيد على طول. قديش اليوم يا سلمى موجود أشخاص نرجسيين بالحياة وقديش صعب نتعامل معهم؟ صحيحة هايدي، للأسف الشخصية النرجسية غالبا ما بتكون من صنع الإنسان نفسه، ولكن هي ممكن مشاكل سلوكية تعرض لها بالطفولة وبالتربية، وبالتالي صحيح. مع الوقت تكونت عنده هاي الشخصية النرجسية في حال ما كان هو أيضا بيعاني من اضطرابات سلوكية ممكن بالعائلة وغيرها. أكيد. والشخص النرجسي بالعموم دائما بيحس أنه هو محور كل شيء في الحياة، وهو دائما ملفت النظر، وهو القادر على تغيير كل شيء لوحده ليس بحاجة أحد. لهيك بيكونوا أغلبهم وحيدين والناس بتهرب منهم. رح نتعرف أكثر اليوم على هالشخصية ولماذا تتشكل أصلا عند الإنسان، وهل ممكن بمرحلة من المراحل أنه شخص يتخلص أو يتعالج أو يتأقلم مع حالته. كل هالتفاصيل مع ضيفتنا طبعا اليوم بالاستوديو، وهي الاختصاصية الأسرية والاجتماعية عزاء الكردي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نعرف من هو الشخص النرجسي، وأيمت بنقول أنه هذا الشيء ممكن يؤدي للاضطراب؟ هلا اكيد نحن بدنا اول شيء بدنا نعرف للساده المشاهدين الشخصيه النرجسيه هي اضطراب نفسي. حقيقه يتسم اصحاب هذا الاضطراب النفسي بشخصيه الانسان، انه مثل ما تفضلتي هو بيكون اضطراب كثير قوي، عنده تضخيم للأنا، حب للذات. هلا بنحكي بعد شوي عن صفاتهم، ولكن هذا الاضطراب يعني يتسم بهي الصفات للشخص النرجسي. وقت بيكون في اضطراب بيكون في عنا بقى مبالغات اكثر بهي الحاله، فممكن انه بعد فتره من الزمن او اذا الانسان ما انتبه لنفسه انه يتحول لاضطراب الحقيقه. وصفات الشخص النرجسي تختلف عن اضطراب الشخصيه النرجسيه، يعني نحن بدنا نفرق بين المصطلحين. صحيح. طيب بما انه حضرتك حكيتي خلينا ندخل دغري الفرق بين الشخص النرجسي او اضطراب الشخصيه النرجسيه، وايمت بتبلش؟ يعني هل هذا الشخص بيخلق هيك، في عوامل جينيه ممكن بتاثر على هذا الموضوع، او لا هو مع الوقت مع يمكن مثل ما قلنا سلوك عائلي او شيء؟ هلا بالنسبه للاضطراب، الاضطراب هو بيكون بقى اضطراب بشخصيه، يحتاج متابعه دقيقه من قبل الاطباء باضطراب، لانه هون وقت نقول اضطراب معناتها في شيء بدنا نبلش نمس الاضطراب العقلي، يعني عداكي على انه هو اضطراب بسيكولوجية الجسم، في صفات في شغلات معينة بنشوفها، ولكن هو صار في عنا اضطراب، فإذا هون عنا اضطراب يلزم متابعة. أما صفات الشخص النرجسي، النرجسية بتحسي إنه هالشخص بتقولي عنه نرجسي لأنه في صفات. هلا إذا بدنا نيجي للعوامل، العوامل أكيد العوامل فيها عوامل تصنف العوامل الاجتماعية وعوامل جينية. أثبتت الدراسات أنه الوراثي إلا دور بالشخص النرجسي، وأنه يحمل صفات جينية. العوامل الاجتماعية اللي هي تتعلق بالمحيط، البيئة، بالأسرة، وأيضا بصدمات الطفولة وطريقة التربية اللي عم يتلقاها والمجتمع المحيط فيه، كلها هي بتلعب دور لحتى نحن نشوف عند هذا الشخص أنه هو شخص نرجسي يحمل صفات النرجسية. يعني بما أنه اليوم عم نحكي عن تعزيز الثقة بالنفس، يعني بتشوفي في كتير ناس أو التربية الصحيحة اليوم بيقولوا لك أنه عززي ثقة الطفل بنفسه، مدحيه، حكي له كلمات حلوة إيجابية، يعني ما تحكي معه كلام مو منيح. هذا الشيء صحيح أو ممكن يولد عنده بعدين بعد لما يكبر يصير في عنده هذا الاضطراب النرجسي؟ هلا طالما الأهل عم يتوجهوا بشكل توجه صحيح، لأنه النرجسي يختلف تماما عن الثقة بالنفس. اليوم هلا إذا بدنا نحكي عن صفات النرجسية، النرجسية إنسان يعني عنده حب التضخيم بالذات شيء مو طبيعي، يعني إنه أنت اليوم تقعد مع إنسان عنده دائما أنا 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 أنا، وهو يعني اللي بيفهم عن الناس كلياتها. فأنت اليوم مختلف
النرجسية تختلف تماما عن الثقة بالنفس. انت لما بدك تعلمي طفلك انه يكون واثق بنفسه ويحب نفسه ويحب الاخرين، يعني دائما الانسان اللي عنده ثقة بنفسه هو بيحب نفسه وكمان بيعطي الحب للاخرين. فانت لما بتمشي مع طفلك بشكل انه كثير واعي بالنسبة للتربية، هذا الشيء اكيد رح يعزز بالعكس الثقة بالنفس الايجابية واللي بتنزل بمكانها الصحيح، مو انه يكون عنده صفات نرجسية. اكيد في فرق كثير كبير. أكيد. طيب بما أنه عم نحكي عن هاي الشخصية، خلينا نعرف أكثر صفاتها وكيف بتبلش هيك هاي الصفات بتأدي لأنه الشخص ما يعرف يتعامل مع المحيط والمحيط بحس أنه هذا الشخص ما هو طبيعي. الشخص النرجسي الحقيقة ما بيخفي عن حاله، دائما هيك متميز ومبين. لما أنت بتعدي مع إنسان هو دائما عنده يعني يحكي عن حاله طول ما هو قاعد، بيحكي عن حاله، يكون عنده انتقاده جارح. هاي صفات مهمة جدا لازم كل إنسان فينا ينتبه لها. دائما هو ما بيستعطف الآخرين، يعني لما أنت مثلا بتكون عندك حالة هو يضايقك فيها، هو ما بيهمه مشاعرك، وإنسان يتعالى عن المشاعر الإنسانية حقيقة إذا كان عنده هاي الصفات بنسب عالية، هو شخصية معقدة جدا. النرجسي بيحب حاله كتير، مثل ما تفضلنا أنه نحن حكينا أنه بيحب حاله على حساب الآخرين. دائما لازم يكون هو محور الكون، يعني بكل مكان بيقعد فيه لازم هو يكون محور الحديث ومحور يعني كل شيء عم يصير هو لازم يتوجه لإله. ما بيعترف بأخطائه على فكرة، بيقول لك أنه أنت حكيتي أنا رديت عليك لأنه أنت قلتي لي هيك. ما بيعترف أنه أنا أخطأت بحقك أو أنا ممكن بدر مني شيء، لا أنت السبب مثلا. ما بيحب يساعد الناس، دائما هو كمان بيحب يكون عنده مصالح، يعني ممكن انه يتعرف عليكي لاجل المصلحه ليخدم شيء هو بمجال عمله بمجال ليوصل لهي المصلحه، ممكن انه يدخل عن صداقتك بشكل عادي وهذا الشيء ما بيسبب له اي توتر عادي يعني. فالنرجسيه هي تعالي، هي تضخيم الانا المبالغ فيه بشكل انه يعني طلعي انت شو هذا، يعني كثير صار اوفر يعني. فهي الشخصية هي بتكون واضحة مثل هيك، بتكون عم تضوي انه هذا انسان نرجسي حقيقة. طيب يعني كل انسان بحب الذات، يعني يعظم من حاله، بحب المديح ويسمع كثير كلمات حلوة، لكن هون خلينا نوضح شو الفرق بين الأنا عند كل انسان والأنا عند النرجسية. الأنا عند النرجسي حب على مثل ما قلت لك على شيء مبالغ فيه على حساب الآخرين، على حساب انه انت اليوم انا بحبك بس انا ما بيهمني مشاعرك، يعني انا اللي اليوم مثلا قاعده معك انا ما بيهمني اي شيء انت بتقولي او اي شيء انت بتحكيه، المهم انه انا، يعني هي انا عندي انا، هي الايجو العاليه. اما الانسان اللي بيكون بحب الناس وما عنده نرجسيه وواثق من حاله، هو انسان بيكون انسان طبيعي، اعتداله ثقته بنفسه وحبه لحاله هو شيء طبيعي. نحن بنقول دائما الحب لنفسه هو اولويه واهميه، ولكن مو تؤذي الآخرين. يعني النرجسي ممكن يؤذيكي، أما الإنسان اللي بيحب حاله بيحب حاله أوكي، بيحب حاله لهو يعرف قيمة نفسه وذاته العالية، بس ما بيكون على حساب الناس الآخرين. صحيح. أكيد دائما نحن بنقول أنه بعض الشخصيات بيكون صعبة بالتعامل، ويمكن الشخصية النرجسية على قدر ما هي واضحة المعالم للناس على قدر ما هي أيضا صعبة بالتعامل. اليوم شخص صعب يضل عم يتعامل مع واحد شايف نفسه هو الصح وهو الأفضل هو الأحسن هو اللي ما بيغلط. طيب هون إذا كان بالعائلة كيف ممكن، إذا هي أم أو إذا هي زوجة كيف ممكن يتم التعامل معها بحيث ما ندمر باقي أفراد العائلة؟ هلأ هي النرجسية الحقيقة، خلينا نقول شيء أنه بس للناس أنه النرجسية هو يعني الناس ما بتعتقد انه هي ممكن انه تتعامل معها بطريقه انه تلاقي حلول للتعامل معها، لكن نحن بنقول خطوات بسيطه لنحن نتفادى الاحتكاك بهذا الشخص النرجسي. مثل لانه النرجسيه هي ما لها شيء بسيط انه انت تعالجي او هو مرض لانت تعطيه علاج ادويه، هو صفة بشخصية، ومثل ما حكينا السلوكيات والأشياء كتير بالطفولة بتأثر على بناء هاي الشخصية. ممكن بحالة واحدة على الكبر يخف شوي، لما بيكبر بالعمر تخف شوي النرجسية. التعامل مع الناس بده يكون بحكمة، يعني أنا اليوم لما بكون بمحيط عائلي مقرب جدا لإلي، ممكن تكون الوالدة، ممكن يكون
حدا مقرب كبير بالعمر، أنا هون بدي أعرف أنه في احترام. فلما أنا بكون فاهمة أنه أنا طبيعة هذا الشخص إنسان نرجسي بالتعامل، فأنا بتعامل معه على هذا الأساس من باب أنه مثلاً كونه أم. أما تقولي لي مثلاً زوج أو زوجة، هون يختلف التعامل بشكل كتير كبير، لأنه نحن ما فينا نعطي كل إنسان، ما فيني أنا عامل الوالد والوالدة مثل أنا ما بعامل مثلاً الزوج. بمعاملة الزوج أو الزوجة، الزوج النرجسي كل ما كنتي أنتي عم تجي مثل ما بده، كل ما هو حتزيد نرجسيته عليكي. يعني مثلا ببعض النساء وبعض الحالات الاستشاريه اللي بتجيني، انه انا يعني بكون انه عم ساير وعم انه انا عم ساوي هذا الشيء مشان عم اعمل مشاكل لأغلط. المسايره بهيك حالي هو كانك انت عم تقولي له انه انت زيد نرجسيتك علي، ولا وانت حتى حتطمس شخصيتي، انا ما عاد لي وجود. فكتير في اسس للتعامل مع الشخصيه النرجسيه الحقيقه لحتى يخف الاحتكاك فيها، وهي حقيقة كتير إلى أفرع يعني، وكتير إلى بتتبع كمان كل شخصية حدا فينا وحسب قربه ودرجة قربه من العائلة. مثلا بالنسبة للأصدقاء، الأصدقاء أنت لما بتشوفي شخص صديق لإلك نرجسي، ممكن أنه أنت تتفادي التقرب منه أو الاحتكاك فيه أو الجلوس معه، لأنه نحن كبشر بده يكون عنا انتقاء للعلاقات وانتقاء للأصدقاء ببساطة. لما بنضطر نحتك بشخص نرجسي، نحن لانه فاهمين شخصيته بنعرف نتعامل معه. ليه؟ لانه اذا ما عرفنا نتعامل معه نحن ما حمينا حالنا وما حمينا حدودنا. فهذا الامر كثير مهم، يعني دائما الناس لازم تستشير. في عندك انت انسان نرجسي بالبيت، استشير كيف طريقه التعامل معه بتعيش بسلام. يعني يمكن الشخص النرجسي بحب يستغل الاشخاص الضعيفين. نعم. بالحياه، لكن يسمع كمان انه بحب كمان يستغل الاشخاص الاقوياء، يعني يكسر من بالعاميه من مقاديفهم. فشو صحه هذا الكلام؟ هلا الشخص النرجسي هو انسان شو ما شاف بطريقه بيستغله لصالحه. شخص ضعيف ممكن انه هو يزيد نرجسيته عليه، شخص نرجسي مثله صحيح ممكن انه هو يصير يخلق عنده تحدي ليصير من النرجسي اكثر. نحن بهاي الحاله انه نحن بدنا نعرف انه شو نسبه النرجسيه عند هذا الانسان. اهم شيء بالحياه انه الانسان الضعيف ما لازم يكون ضعيف قدام النرجسي. النرجسي وقت بيشوف انسان ضعيف قدامه بتزيد نرجسيته عليه، بتزيد جبروته الحقيقه. حتى لو كان هذا الامر ممكن يؤدي لاحتكاك ببدايه الامور، انه انت لما بتشوفي نرجسي انه انت مثلا تحاولي تفرضي شخصيتك، ولكن حتى لو هو ثار امامك الحقيقه، بس ولكن انت بطريقه دبلوماسيه خلينا نقول وبوعي منك او ماشي الوعي بالتعامل مع كل انماط الشخصيه، تقدري انك انت تتعاملي معه اذا ما فيك تنهي العلاقه. لانه الحقيقه اغلب النرجسيين اذا عم بحكي على بين قوسين العلاقات الزوجيه بعد فترة من الحياة انتهت بالانفصال. يعني لازم يصير في تأقلم أكثر. إيه. وإذا ما صار في تأقلم، إذا ما كانت المرأة واعية للزوج النرجسي والزوج النرجسي، عفواً الزوج الواعي لزوجته النرجسية، ولنفرض هذا الشيء بعد فترة عم يسبب انفصال. طيب عادة بين مين ومين بنلاقي الشخصية موجودة أكثر، بين الإناث أو الذكور؟ يعني ومين بيكون أكثر إصابة أو أكثر تعرض ليكون من الشخصية النرجسية اللي بنسمع عنها؟ هلا الحقيقة دائما نحن بنتابع الدراسات اللي بتطلع كل فترة، ولكن عندنا نسب نرجسية من النساء، وعندنا نسب نرجسية كمان من الذكور. لكن خلينا نقول الدراسات الحديثة إنه ارتفعت نسبة الذكور أكثر شوي من النساء. يعني الذكور عندهم شوية نرجسية زيادة شوي بنسبة بسيطة. بجوز التنشئة الاجتماعية ايه؟ بتساعدهم كمان على هذا الشيء. وإذا نحن بدنا نقول بالمجتمعات الشرقية، لأنه أوريدي الذكر تعود أنه ياخذ الأفضلية تماماً ببيئة ذكورية شرقية، أنه أنت الذكر وهي الأنثى، فبالتالي هو تولد عنده من دون ما يكونوا أهله قاصدين أو غير قاصدين، خلينا نقول بوعي منهم أو غير وعي، أنه أنت ذكر. بيجيكي بقى الأشياء الثانية اللي ممكن أنه هن عم يربوا شخصية الطفل الذكر عليها، فهو بيكبر أنه عنده خلينا نقول نسب من النرجسية بالإضافة لأنه ذكر. فهن إحنا هون بدنا نقول أنه ينتبهوا الناس لهذا الموضوع، لذلك نحن ما بدنا نغذي الجانب اللي هو بيساعده على أنه يكون نرجسي بالأيام. بدنا نكون عندنا شوية حكمة ووعي وتتعامل لطيف بين المرأة وبين الذكر والأنثى بالجنس بالعائلة بالبيئة من الأب والأم، ينتبهوا كثير لهي النقطة.
الشخص النرجسي يمكن مثل ما ذكرتي انه ما في علاج نهائي له، او ممكن هو ما يتقبل فكره العلاج ويقول انه هو ما في شيء بالمره، لكن ممكن هون يكونوا الضحايا الاولاد او الام، هون ممكن يصير في مشكله وهن اللي يتوجهوا لدكاتره نفسيين، شو برايك؟ هلا الشخص اللي بيكون في ضحايا يعني نصير نحن بدنا نعالجهم بدل ما نعالجه؟ لا، نحن هلا بدنا نفهم الشخصيه. نحن دائما يعني بنتوجه للناس انه استشيروا، انه انتم بتشوفوا عندكم حاله معينه بالبيت عم يصير في مشاكل، فلما مثل ما قلنا انه بيكون في عندكم وضع بالبيت، انه وضع بيسمح انه انتم تعملوا شيء حاليا، يعني تحتكوا في احتكاك مباشر، فانتم استشيروا. لما انتم بتستشيروا بحدا بيعرف لكم هالشخصيه، لانه النرجسي هو ما بالضروره انه يروح على طبيب وياخذ ادويه، بالعكس يمكن الشخص اللي عم يقابله هو اللي يضطر انه يصير معه عقد نفسيه من الشخص النرجسي، يضطر هو يروح ياخذ ادويه، والشخص النرجسي هو متربع على عرشه وكانه شيئا لم يكن، والعالم اللي حواليه انا ومن بعد الطوفان. صحيح. فلذلك نحن بدنا ننتبه انه نحن مثل ما تفضلتي رح يكون في خلينا نقول ضحية، والإنسان الواعي لازم ما يقبل على نفسه أنه يعيش دور ضحية. خلي يكون عنده وعي بحكمة، أنه أنا عم بعرف أنه هذا الشخص نرجسي وعم بتعامل معه بطريقة حكيمة لأحمي حدودي أنا، بس يمكن هو ما رح يتغير. صحيح، يمكن ما يقدروا يسيطروا على الوضع. إذا ما قدروا يسيطروا على الوضع هون بيكون في يعني في اشياء ثانيه تختلف، مثل درجه القرابه، اذا انا ما بقدر اتخلى عنها او بقدر اتخلى. طيب فهون كل انسان له. طيب هون استاذ الحل، يعني نحن اليوم ما فينا كمان نشوف شخص عم بيعاني من اضطراب وهذا الاضطراب واضح للناس كلها واتركه لحتى اللي غيره ينأذى مثل ما قلتي ويصير عنده عقد نفسيه وهو بده ياخذ ادويه، وهداك نتركه متربع لوحده يعني. طب ما في حلول؟ ما في هلأ معالجة ولو نفسية؟ هلأ المعالجة النفسية، لأنه المعالجة النفسية بدها تكون هي نابعة من نفسه. أنا إذا اليوم أنا ما بدي أعترف أني أنا نرجسية، يعني أنا اليوم بدي. طيب هو ما بيعترف، هو من صفاته أنه هو ما بيعترف. هو من صفاته هي، لأنه هي أساساً هو ما بيعرف يعني أنه أنا نرجسي. فأنت اليوم لما بدك تروحي تقولي للإنسان أنه أنت نرجسي ولازم لك علاج، أنه أنا شو يعني أنا بالعكس أنا شخصيتي أحلى شخصية بالعالم، ما عندي أي مشاكل، أنتوا اللي عندكم العقد أنتوا، فهون ما رح يتقبل. ما في مو شغلة أنه نحن ناخذ هذا الشخص النرجسي ونحاول أنه، وهي النرجسية نسب متفاوتة، لكن الوعي مطلوب من المحيط يلي هو عم يتعامل مع هذا الإنسان. الله يكون بعون. بالضبط. فالوعي مطلوب أنه أنا اليوم شايفة مثلا هذا الإنسان عنده نرجسية، خلاص أنا بعرف أتعامل معه، لا روح قل له انت نرجسي، بيقول لي لا انت عم تتهميني. اما اذا كان هو عنده مثل ما بيقولوا مثل ما تفضلتي هيك بقى، هو حابب انه يساعد نفسه، حابب يساعد نفسه وبلش يشعر انه انا عندي هاي النرجسيه، وهو هذا شيء نادر يعني بالمجتمع، نسب كثير قليله، ممكن انه هو ساعتها يتوجه لحدا يغير من نمط حياته وسلوكياته، ولكن هي بالنهايه ما بتخف بالتدريج. لانه هذا الشيء جيني داخل فيه، بالتالي بده وقت ليقدر انه هو، لكن ممكن اذا استعان باستشاريين، واستشاريين ما تكون انه انت توجه لك سلوكك بالحياه لحتى تقدر انت تتعامل مع هذا الموقف لما انت بتحس حالك انك عم تجرح الاخرين، فهذا شيء كثير منيح. نتمنى انه نحن النرجسيين نشوفهم عم يحاولوا انه يصلحوا من احوارهم لحتى ما يؤذوا غيرهم. يعني ذكرتي خلال حديثك انه في درجات متفاوته للنرجسيه عند الشخص، خلينا نتعرف على بعض هي الدرجات. هلا الدرجات بتختلف، لانه من 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 بعض الاضطرابات الشخصيه، لانه اضطرابات شخصيه نرجسيه ممكن تكون نرجسيه ظاهره وممكن تكون نرجسيه مخفيه. فممكن الناس اللي بتكون عندها نرجسيه ظاهره بتكون اكثر، النرجسيه المخفيه بتكون اخف، فهدول الاشياء بيساعدوا على انه تظهر هي الصفات او ما تظهر بنسب متفاوته. يعني النرجسي عنده ذكاء، انه هو شخص ذكي جدا، ممكن انه هو يطلع نرجسيته بالوقت اللي بده هو مصلحته، مثلا ليستغل منصب، ليستغل حاله معينه، ليستغل بيئه عمل، ليستغل اي حدا موجود هون. ليش بنشوفه الناجحين باغلب فرص العمل بتلاقيهم مسلمه مبدعين مميزين بالموضوع؟ هلا هن ممكن يكونوا مميزين هن لانهم اذكياء، لانهم هن بيتعاملوا بيعتبروا انه كل شيء لازم يكون ملكهم ولإلهم، فهن بالتالي عندهم اصرار على الشيء اللي يحصلوا عليه من دون يعني
عندهم الغاية تبرر الوسيلة. صحيح. يعني هيك بيكونوا أنجح. تمام. أنا مثلاً أو حتى الوسيلة إنه أنا هيك، فأنا غايتي هيك، فأنا وسيلتي شو ما كانت بدي أوصل. صحيح. فهو ما بيشوف حاله إنه هو عم يعمل شيء، لا لا لا. غلط. هو عم يعمل حقه. تمام. أنا أموري كلها هيك. تمام. طيب أستاذة عزمنا نشكرك على وجودك معنا وعلى المعلومات اللي قدمتي لنا. الله يخليك. شكرا كثير لاستضافتكم. شكرا لك.